وقعت المملكة العربية السعودية ومنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم بقصر الأمم المتحدة اتفاقية لدعم الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الاتفاقية استمرارا لجهود المملكة لدعم الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وتقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني. In many ways, representing two levels of very, very important progress. One is a continuing support, solidarity from the government of the Kingdom of Saudi Arabia to the United Nations in general. And this is a practice that we have very much appreciated and we deeply appreciate on a continuing basis. And secondly, as an agent of the United Nations, UNCTAD is very happy to again appreciate the continuing support that this not only continues the spirit of cooperation that we've been having, but also is a statement of the very, very firm support that the government of the Kingdom of Saudi Arabia. تضمنت الاتفاقية منحة من المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد لعمل بحوث ودراسات حول الأضرار الاقتصادية بسبب الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الاتفاقية استمرارا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وبالذات أونكتاد هي إحدى المنظمات المهمة التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية والتجارة. كذلك هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع أونكتاد تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، حيث أنها مقدمة خصيصا لوحدة دعم الشعب الفلسطيني التابعة لأونكتاد. فلذلك حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على دعم التنمية في كل مكان وخاصة في البلدان النامية. أشادت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد على أهمية دور المملكة العربية السعودية وتعاونها اللامحدود مع منظمات الأمم المتحدة واستجابتها السريعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين. من خلال هذه الاتفاقية هنالك منحة من المملكة العربية السعودية لأونكتاد بالتحديد لعمل دراسات وأبحاث وأوراق في مجال التكلفة الاقتصادية لاحتلال إسرائيل على الشعب الفلسطيني. الاتفاقية التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع الأمم المتحدة تؤكد الدور الفعال والحضور المتميز للمملكة العربية السعودية في الساحة الدولية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.